لك كنت عم قلك استني، وين رحتي؟ شو ما سمعتيني؟ سمعتك. طيب بما انك سمعتيني ليش ما رديتي؟ ما حبيت أمير، ما حبيت اللي عم نعمله، بعدين خفت كتير خفت، يعني بركي حدا كان قدران يشوف صورتي أو يسمع اللي عم نحكي. والله شي بخوف، والله فضيحة. هي علينا. أمير لك وينه؟ لا عن جد ما حلوك، يعني سألتيني أمان وقلت لك إيه؟ ويبركي أنت مالك عارفان مزبوط، شو بيعرفنا؟ وخفت وقيمك عن الخوف، ما حبيت أمير ما حبيت. نحن شو اللي تغير يعني؟ بس فهميني شو اللي تغير؟ ما كنا مبسوطين مع بعض والحديث خلانا ننسجم، وبعدين حضرتك ما قصرتي بالتلميحات. أي ولا تكون نكار أنت كمان، مو قليل اللي خليتك تشوفه. خليتيني شوفه نتفة هالقد ثانية. يا الله يا أمير شو إنك طماع. خلاص عم قلك ما حبيت وخفت واستحيت منك ومن حالي، بعدين قافلة باب الغرفة وخايفة حدا يجي ويفتحه ويستغرب ليش قافلته. خلاص بقى أمير، لك معقول أنت؟ يعني يا إنه بدك كل شي يا إما بتزعل وبتحرق. نحن بتعرف شو المشكلة؟ إنه نحن بطلوع الروح عم نوصل لهون، حضرتك بثانية بترجعينا للصفر. بقى أمير يعني خلص معروف عن البنت إنه هي بخجولة أكتر من الشاب. يلا الأيام جاي. قولتك الأيام جاي. يلا بلكي شي يوم هيك بيكونوا نايمين وبناخد راحتنا أكتر. منشوف. بعدين شلون عم تدخن بهذا الوقت؟ ماما أنا كمان مسكر باب الغرفة. بعدين أنا ما بخاف من حدا. وقت بدي دخن بدخن. شو صاير تحكي مثله؟